بالي قبل ما يسالي، هذا وقته مربى التين او الكرموس، حضريه في اقل من نصف ساعه بعينيك مغمضين بلا تعقيدات وبطريقه مميزه عمرك جربتيها، والطعم روعه زائد الاحتفاظ به اطول مده ممكنه. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده ما تنساوناش من لي لايك للتشجيع فقط، وبالبارتاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا، المكون الرئيسي والاساسي وهو الكرموس او التين الاخضر، وهذا وقته وخرج شويه متاخر. انا ما اخرتش الفيديو ولكن كنت كنتسنى حتى ينخفض شويه الثمن ديالو. وهذا وقته كيف ما قلت لكم، عندي هنايا تقريبا 2 كيلو ديال التين الاخضر، وانتم لكم الاختيار، ممكن ديروا التين الاخضر او الاسود، ممكن ديروا يعني هذا الكرموس الاخضر ولا الكحل. غير منين تبغيو ديروه ما تشركوهمش، يعني ما تخلطوش في الكونفيتور او في المربى ديالكم الاخضر مع الاسود، باش ما راه كيختلفوا في المذاق، وكذلك كيعطيونا واحد اللون كيجي مرون، داك اللون كيجي يعني تالف. من الاحسن الا خديتوه مخلط عزلوه، ديروا الكميه بوحدها الاخضر والكميه السوداء بوحدها، او شريو من الاول الاخضر او الاسود. كيف ما شفتوا انايا شريت الاخضر، بقيت فيه غير الحبات كحلين، حيدتهم باش نحتفظ غير بالاخضر فقط. عندي 2 كيلو ديال الكرموس خضر، وانتم على حسب الكمية وعلى حسب أفراد الأسرة. بصراحة عندي أنا 4 كيلو، قسمت كل 2 كيلو بوحده باش ندير معكم مقياس ديال 2 كيلو باش ما يغلبكمش في التحضير. عندي هنا قياس ديال 2 كيلو اللي غسلته مزيان وصفيته وعاودته كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنقطعوه على 4. كنحيد داك الطريبيش الأولاني اللي تيكون في الراس ديال الكريميسة كيف ما كتشاهدوا، ثم كنقسمها على 2 او على 4، نتوما على حسب كيفاش بغيتوا هاد الكونفيتير ديالكم يكونوا فيه يعني طريفات بارزين كتير او قلال. درت انا قسمته على 4 ديال 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 الفصوص كيف ما كتشاهدوا معايا. وعندي هنايا الكرموس ديالي باقي طري ما هاريش، ومنين نحل الكرموسه في الوسط من الاحسن تكون لونها بحال هكا حمير وزوينه، ما تكونش داك فيها داك الاورانج او الليموني او الصفر. هذه قال لك بحال المثل ديال حوته وحده كتخسر الشواري، يعني الا كانت كرموسه ولا جوج فيهم داك الليموني او داك لورونج او داك الصفر راه كتكون محمضه او فيها واحد الرائحه غير محبذه، فكذلك غادي تخسر لنا داك الكميه كلها ديال الكونفيتير. من الاحسن ملي نكونو كنعزلو هكا باش نوجدوه، الا لقينا شي حبه صفراء ولا ليمونيه من الاحسن نحيدوها، اللهم قليلو زوين ولا كثير ويجينا خايب. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نكمل التقطاع ديال الكرموس ديالي كله هو على 4 كيف ما شاهدتوا معايا. عندي 2 كيلو ديال الكرموس، وانا راه عندي 4، غير درت لكم كل 2 بوحدها باش تبداو بالكميه القليله وانتم غاديين. 2 كيلو ديال الكرموس كنحتاج في كل كيلو، يعني في كل كيلو ديال الكرموس كنحتاج فيه 600 غرام ديال السنيده، يعني في المجموع عندي كيلو و 200 غرام ديال السنيده في 2 كيلو. كيلو و 200 غرام، يعني كيلو ديال السنيده و 2 كيسان من عبر كاس العنبه ديال السكر زايدين باش يجيكم هو هذاك. كنخلط داك 2 كيلو ديال الكرموس مع كيلو و 200 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، وغنخلي لكم المقادير، واخا المقادير راهم بساط والمكونات ساهلين، غنخليهم لكم اكيد في صندوق الوصف باش تسكرينيهم ونهار تبغيو تحضروا يكونوا المقادير قدامكم بالطريقه راكم شاهدتوها. كنحرك الكل جيدا حتى كيتمزج ليا داك السكر مع داك الكرموس، ومن الاحسن ومن الاحسن ومن الاحسن انا درتو في العشيه، درتو حتى ود العصر، وكنخليه يبات في الثلاجه، غندخلو الثلاجه حيت الحال سخون حتى كتطلق ليا داك السنيده الماء ديالها. ولكن الا درتوه في الصباح يعني مع 9 ولا 10 الصباح، في العشيه نتوما طيبوه، يعني المده ديالو الادنى ما بين واحد 10 السوايع 12 ساعه خصو يبقى في داك السكر باش كيطيب لينا في داك السكر، وداك السكر كيطلق لينا الماء ديالو ديال الكرموس. فلهذا ملي كنبغيو نطيبوه ما كياخذش منا ما بين 20 حتى 30 دقيقه تيكون هاد الكونفيتير
طيب عندنا حاضر ناظر واجد، غير تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقه المثاليه ديال الطهي ديالو الرائعه والخطيره، وانا كنظن اول مره غتشوفوا هاد الطريقه ديال الطهي ديالو اللي كتسالي تقريبا ما بين 20 حتى 30 دقيقه. كيف ما كتشوفوا معايا انا خليته بات حيت درته حتى العشيه، كون درته في الصباح في العشيه غادي نطيبو، يعني غناخذ واحد 8 حتى 7 السوايع غادي نطيبو، يعني حتى كيطلق ليا داك السنيده الماء كلها ديالها. كنجيب واحد الطنجره ديالي وكنفرغ فيها داك الكرموز ديالي اللي بات بطبيعه الحال في السكر، غادي نفرغو وغادي نشعل عليه النار عاليه، غنديرو في كميله اللي غادي تكفينا فيها الكميه كلها. انا عندي غير الطنجره، وكانت عندي الطنجره الكبيره كاع غادي ندير فيها داك 4 كيلو كلها، ولكن انا بديت تعمدت نطيب معكم 2 كيلو، يعني كيف نحضرها كيف نطيبها كيف تشوفوها. انا راه عندي 2 كيلو اخرى حتى هي قطعتها ورقدتها حتى هي في السكر في نفس الوقت، يعني غير غنطيب هذه نحيدها ونطيب الثانيه. ها هي الثانيه تاهي راه 2 كيلو الكرموس مع كيلو 200 غرام ديال السنيده، تاهي درتها ترقد في نفس الوقت اللي صيبت فيها هذه. كيف ما قلت لكم انا بديت معكم كميه صغيره باش يجيكم كلشي ساهل مهل، واحد المكون زوين وخطير كيعطينا واحد الذوق رائع ما نساوهش في هذا الكونفيتير الكرموس، وهي القرفه. عندنا 2 عويدات ولا 3 العويدات هادو غير صغيورين ديال القرفه، كنوضعوهم يعني نديرو قرفه عواد ما نديروهاش بودره، القرفه عواد من الاحسن الله يرضي عليكم. وعندي واحد عصيره ديال الحامض تقريبا واحد معلقه كبيره ولا 2 معالق كبار ديال عصير ديال الحامض، كيعطيونا واحد النكهه ديال هذا الكرموس رائع. القرفه كتعطينا واحد اللذه اللي كتواتى بزاف مع الكرموس، والحامض اللي كيخلي لينا هذا الكونفيتير ديالنا عمره ما يتحجر ولا يتكلكع داك السكر ديالو معاه، وكيعطي كذلك واحد الذوق رائع. هادو هما المكونين فقط اللي كنزيدو، ما كنزيدو لا فاني ولا نكهه ولا حافظ غذائي ولا حتى شي حاجه، كيبقى طبيعي مليون بالمئة. كنشعليه البوطه يعني النار عاديه، يعني ما نقولش ناقصه للصفر ولا مجهده عاليه، عاديه. ومجرد ما كيبدا يغلى بواحد دقيقه كتبدا تطلع الغليه، كناخذ واحد الصفايه وكنبقى نحاول يعني واحد المغرفه كنبقى نهز داك الكشكوشه، كنبقى نحيد داك الكشكوشه نحيد ونحرك عاود نطلع ليه، الا بانت ليا الكشكوشه كنحيدها. على العموم راه ما كيخرجش الكشكوشه بحال المربى ديال الليمون وديال الفريز، هذا كيخرج واحد الكشكوشه غير 2 مرات اللي حيدت له انا الكشكوشه فقط، الكشكوشه باش ما كتجيناش فيه الحموضه وكيبقى لينا مده اطول. هذا هو السر ديال الكونفيتير باش نحافظوا عليه، سر من الاسرار، ماشي هذا هو السر الوحيد ولكن سر من الاسرار باش نحافظوا على الكونفيتير ديالنا يبقى عندنا مده اطول، بغينا يبقى كما هو. بعد ما كنحيد داك الكشكوشه ومن بعد ما داز دقيقه وكنحيد الكشكوشه كنخليه 20 دقيقه على النار، 20 دقيقه ما نفوتهاش، كيكون هذا هو الشكل ديالو واللون ديالو والقوام ديالو. من بعد ما كدوز 20 دقيقه على النار، كدوز 20 دقيقه على النار كندوز المرحله المهمه والخطيره والرائعه والمثاليه. كناخذ الخلاط الكهربائي ديالي او الميكسور اليدوي اللي غادي نخشيه مباشره في الطنجره، انا بغيت نخدم معكم بالخلاط الكهربائي اللي كلشي كيتوفر عنده، يعني الخلاط ديالنا المولينكس. من الاحسن نديرو الكاس اللي يكون البلاستيك، ما نديروش الزجاجي راه غادي يطرطق لينا بطبيعه الحال، لان انا هنا من كيف طفيت عليه البوطه درتو يطحن. كناخذ نصف الكميه، نص ديال الكميه ديال هذا الكرموس ديالنا او الكوفيتير ديالنا هو اللي كنطحن، كناخذ نصف الكميه يعني بالطروفه ديالو بالسائل ديالو كناخذ نصف الكميه او ربع الكميه على حسب حنا شحال بغينا ديال داك الكوفيتير يكون فيه داك الطريفات. انا خديت النص وطحنته واحد 2 طحنات فيت في كيتطحن، هذا هو الشكل ديالو. ثم كنضيفو على داك الكميه الاخرى اللي تبقات ليا في الطنجره ولا في الكوكوت كيف ما كتشوفوا. واحد النصيحه باش ما ننساهاش عندكم، تسدوا عليه عندكم ديروا الغطايه ملي يكون الكونفيتير كطيب، وياكم غادي تنديو غطلق لينا الماء وما غايجيش زوين وغايسد غير، هذه ما ديروهاش، ما ديروش الغطايه نهائيا، تغطيو على الطنجره اللي غيطيب فيها الكونفيتير. بعد ما كنخوي داك النص اللي طحنت شوفوا القوام ديالو سبحان الله، دغيا كيتجانس مع داك السائل اللي كنا راه شفناه غير كان غير سائل. ملي كنطحن داك نصف الكميه وكنزيدها غير كنحرك، رجعته للبوطه 5 ديال الدقائق، 5 ديال الدقائق بكل صدق وامانه، 20 دقيقه باش طاب وزيت منه النص طحنته، 5 ديال الدقائق كنرجعو على النار عاديه ما تكونش مجهده وما تكونش قليله،
صافي كنرجعوا على النار 5 دقائق وصافي ها هو واجد، يعني سهل منه ما غتلقاي وضمن منه ما غتلقاي. بالنسبه للناس كيقول لك القراعي يكونوا معقمين، راه ماشي شي حاجه ديال تعقيم، شي حاجه خطيره وفيها الخدمه، لا القراعه تكون مغسوله مزيان وتكون ممحيه مزيان، يعني التعقيم هي ما تكونش فيها حتى قطره الماء لا هي ولا الغطايه ديالها. من الاحسن القرعه ديال الزاج، من الاحسن القرعه ديال الزاج وهو ساخن، وهو ساخن يعني باقي سخونه من طفيت عليه النار لسطح العمل القريعات وهي سخونه، كنملا داك القريعات اللي عندي اللي غيكفيوني فيهم هاد الكونفيتير تنكون محياهم مزيان كيف ما قلت لكم، ما تكونش فيه ولا قطره ديال الماء. هذا هو التعقيم، يعني راه ساهل جدا وبسيط. انا كنت كنسمع شحال هادي التعقيم تنقول واش كيديروا شي برودوي، واش التعقيم هي تكون ممحيه مزيان ما تكونش فيها قطره ديال الماء. بعد ما كنعمر القريعات ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا حتى الاعلى كنخلي واحد 2 سنتيم ديال الفراغ، داك 2 سنتيم كنخليهم. انا نقول لكم علاش كنجيب الغطايات ديال القريعات حتى هما تيكونوا ممحيين مزيان وكنزير عليهم مزيان مزيان، يعني نتخاطر معكم هاد القريعات منين كنبغي نحلهم كنعيط للمدار يحلهم كانني شارياهم يعني جداد من على برا، كنبقى نضرب طاق طاق يعني ضربي من الاسفل حركي باش تحل، ومنين كتحل كتعطيني واحد الصوت ديال داك بق داك ديال الهواء اللي كيكون مكتل فيها. هذه هي يعني الخطه الرائعه باش كنحتفظوا به لمده طويله، يعني كنزيروا عليه مزيان وهو ساخن ماشي تيبرد، هو ساخن كنزيروا عليه وكنقلبوا القرعه مباشره. ملي كنقلب القريعات كنخليهم فوق سطح العمل، بحال دابا انا في الصباح طيبته وقلبتهم وخليتهم حتى العشيه، يعني حتى لمستهم ولقيتهم بردوا يعني ولاو عاديين، عاد رجعت قلبتهم على الشكل ديالهم معتاد وضعتهم في البلاكار او وضعهم في الثلاجه، راه ما تيوقع لهم حتى شي حاجه. دابا الحال سخون انا وضعتهم في الثلاجه، ملي كيبرد الحال راه كنخرجهم غير البلاكار عادي ما كيوقع لهم حتى شي حاجه على ضمانتي وعلى حسابي، غير حنا ما نقلبوهم نرجعوهم للموقع ديالهم الطبيعي حتى يبردوا لينا تماما، عاد كنرجعهم كما هما. هذا هو السر الاضمن والانجح باش نحتفظوا بالكونفيتير ديالنا المده اطول. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه ديال التين الاخضر او الكرموس، وبالي قبل ما يسالي راه ما بقاش هذا هو وقته ودابا راه طاح في الثمن، غير وجدوه. انا وجدته تقريبا خرجوا لي هذوك واحد تقريبا 3 د القراعي كبار وحده صغيره، يعني 2 كيلو الكونفيتير 3 د القراعي كبار وحده صغيره. انا تبارك الله صيبت 4 كيلو، راه خرجوا لي 6 كبار وجو الصغار، راه يكفيو فيو ندوق منو الحباب. كنتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع، ونتمنى تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم. وما نكرهش تشاركوني باقتراحاتكم شنو بغيتو نقدم لكم، دابا المدرسه راه قربت، شنو بغيتو في الكوتي او في الفطور او في وجبه الغداء او العشاء او الكوتي اللي كيديو معاهم الدراري المدارس، شاركوا معايا في التعليق وانا ندرجهم معكم يعني ابتداء من الاسبوع المقبل ان شاء الله. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه صويريه. شكرا لكم متابعة.